أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف. نبدأ بالصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مناشدات يائسة لتحرير النساء والأطفال من معسكرات داعش في سوريا، حيث يخشى أفراد العائلات الذين يعيشون في معتقل الهول من أن تتولى قوات الأسد السيطرة على المخيم. ونشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية لبنان الحكومة تجتمع لبحث ورقة الحرير الإصلاحية، وساحات المتظاهرين تتوحد رفضا لبقائها بعد تقديم وزراء القوات استقالتهم، وجنبلاط يرفض الورقة الإصلاحية ويطالب باسيل بالتنحي. ونقرأ في صحيفة الجاردن البريطانية المفوضية الأوروبية تؤكد أنها تدرس التمديد فيما يخص آخر التطورات السياسية، وما إذا كان رئيس البرلمان سيسمح بتصويت مفيد على مشروع قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. بالانتقال إلى الصحف العربية، نشرت صحيفة القبس تحديد جلسة 5 نوفمبر للنظر بدعوى إغلاق تويتر في الكويت. أما صحيفة الشرق الأوسط فقالت عون يوجه برفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء. الرئيس اللبناني قال إن الاحتجاجات تعبر عن وجع الناس. وقالت صحيفة العرب الجديد إسرائيل تشارك في مؤتمر أمني موجه ضد إيران وتستضيفه البحرين، حيث يناقش ممثلو أكثر من 60 دولة بينها الولايات المتحدة في المنامة تنسيق الجهود لمواجهة إيران بمشاركة الكيان الإسرائيلي. بالانتقال إلى الصحف التركية، نقرأ في صحيفة نشفق وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو يقول الأكراد إخوتنا لا أعداؤنا، ونحذر من استئناف عملية نبع السلام. ونقرأ أخيرا في صحيفة ديلي صباح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصرح إن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة ولا تهدد حرية أي مجتمع. والآن مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية نتابع معا. تحت عنوان مع خروج أمريكا، نتابع أعزائي المشاهدين ما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول عدم ارتياح إيران من خروج القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، وماذا يعني ذلك لتركيا. تحت عنوان مع خروج أمريكا من سوريا فإن إيران ليست سعيدة، كتب الخبير بالشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ريتا كي مقالا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه إن إيران تجد نفسها على خلاف في الأهداف مع كل من دمشق وأنقرة في الوقت الذي تفلت بغداد من قبضتها. وأضاف الكاتب أن الحديث عن مكاسب إيران من الانسحاب الفوضوي الأخير من شمال شرقي سوريا هو مبالغة في التعليق، مع أن الطبقة الدينية الحاكمة في طهران تشعر بالقلق من كل ذلك. ويعتقد الكاتب أن استمرار الحرب الأهلية في سوريا كان في صالح طهران التي استطاعت التحرك بمهارة في السياسة التي فرضتها الحرب، وقامت بعقد علاقات جيدة مع نظام بشار الأسد وأكراد سوريا الذين يعارضونه. وكان الدعم الأمريكي لهم بمثابة توازن بين الطرفين، وظل الأسد رغم وضعه الضعيف يحلم بتوحيد سوريا
إلا أن حلفائه الإيرانيين نصحوه بأن يحدد حلمه بالمناطق التي يسيطر عليها ويعزز سلطته فيها. لكل هذا باتت تركيا تحتل مركزا مهما في تفكير الطبقة الدينية الحاكمة في إيران، ففي منطقة تنتشر فيها الدول الضعيفة تبدو تركيا كقوة ضاربة بطموحات في منطقة الشرق الأوسط، وعليه فالتدخل العسكري التركي في سوريا سيخرب خطط إيران في منطقة المشرق، كل هذا في وقت تجد فيه نفسها بمواجهة مع السعودية. وكان التحالف الإيراني مع أكراد سوريا من أجل خلق منطقة عازلة تضبط تحركات تركيا، ومع خروج الأمريكيين فقد تم محو هذا الضابط حتى قبل تقدم القوات التركية. الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف دعيا تركيا لعدم التقدم إلى سوريا، فيما لمست تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي مظاهر القلق الإيراني عندما دعا في خطبة الجمعة تركيا لعدم الوقوع في المصيدة الأمريكية وبالتالي الدخول في مستنقع يشبه المستنقع اليمني الذي وقعت فيه السعودية. ووجهت إيران تحذيرات غير كلامية لأنقرة عندما قامت بمناورة عسكرية على الحدود الإيرانية التركية، وذلك بعد فترة قصيرة من دخول القوات التركية شمال شرق سوريا. ومع خروج الأمريكيين فلن تستمع تركيا لتحذيرات إيران، خاصة أنها ستكون قوية في وقت سيتحول فيه الأسد إلى التهور بعد ضعف الأكراد وعودة محتملة لتنظيم الدولة. وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور وليد الأيوبي الأستاذ في العلوم السياسية والإدارية. دكتور وليد أهلا وسهلا بك معنا. أهلا بكم. وعليكم السلام. دكتور وليد، تخوف إيراني من انسحاب الولايات المتحدة والقوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، ما أسباب هذا التخوف برأيك؟ طبعا إيران كأي دولة من الدول هي يعني تحاول أن تمارس لعبة التناقضات. صحيح أن إيران طبعا هي حليفة روسيا، ولكن هي أيضا من مصلحتها أيضا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في الصف المقابل لروسيا كقوة موازنة لهذه القوة الروسية التي تتناقض مصالحها مع مصالح القوة الأمريكية أو الفردون الإيرانية أو دولة إيران. نعم. طيب، يعني كإيران كحليف لنظام الأسد وكرافض لوجود أي جيش خارجي أو قوة خارجية من خارج سوريا، كيف لها أن تقبل بوجود القوات الأمريكية في سوريا بالرغم من هذه التناقضات والمعايير؟ طبعا يعني الحرب غير منطقية، الحرب في الجوهر هي غير منطقية. وعندما نكون في حالة حرب أنا أرجو أن للمستمع أن يفهم بأنه يعني من عدم المجدي بأن يبحث عن المنطق، لأنه الأمور كلها غير منطقية وتخضع حقيقة لمنطق الغاية والوسيلة والغاية تبرر الوسيلة ولمنطق المصالح. وبالتالي يعني علينا أن نتوقف اتخاذ قرارات ونسج تحالفات يعني غريبة عن المنطق. والذي يجري هو غريب عن المنطق، ولكن ليس غريبا عن منطق الحرب. وفي منطق الحرب يعني كله يجوز، وكما قال أحد السلاطنة بني عثمان في القرن 18 قال عندما سئل عن سبب تحالفه مع روسيا آنذاك، قال عندما يكون الإنسان مشرفا على الغرق سوف يستمسك برأس أفعى وهو يعلم تمام العلم بأنها سوف تلدغه وتقتله. نعم، كلام مهم. طيب، في الحديث عن يعني التواجد التركي، يعني الانسحاب الأمريكي ماذا يعني لوجود تركيا شمال شرق سوريا وشرقي الفرات بالنسبة لإيران؟ يعني نعم طبعا إيران يا سيدي، الأرض العربية اليوم هي مجال حيوي تتصارع عليه القوى الإقليمية والدولية، وإيران هي دولة إقليمية وأيضا تركيا دولة إقليمية، وكل يحاول أن يعني يحسن الحيز استراتيجي في حيزه استراتيجي في هذا المجال الحيوي. وأيضا يعني هناك منطق جدلي أنه كلما تقدمت تركيا في الإقليم كلما تراجعت إيران، وكلما تقدمت إيران في الإقليم نفوذا طبعا وتأثيرا تراجعت تركيا. هذه يعني هذا الكر والفقر، هذه الجدلية.
سوف تبقى قائمة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أقصد بكلامي عندما تعود الدول العربية دول مستقلة عن 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 لعبة الأمم الإقليمية والدولية. طيب هل ستقدم إيران على خطوات معينة كما أقدم نظام الأسد بالتحالف مع القوات أو الميليشيات الانفصالية الكردية؟ هل ستقدم إيران على دعم هذه الميليشيات مثلا؟ طبعا يعني جزء من استراتيجية إيران في المنطقة الحقيقة هو يعني التحالف مع ما يمكن أن نسميه الكيانات الموازية. نعم. يعني اليوم القوة الكردية المسلحة هي قوة موازية للدولة السورية، وأيضا الحشد الشعبي هو قوة موازية للدولة العراقية وأيضا إلى آخره. فإذا استراتيجية إيران تركز على هذا دور الحلفاء من الدرجة الرابعة إذا جاز التعبير، ولكن طبعا هم فعالون في تنفيذ سياساتها، ولنا طبعا واضح خير شهد هنا وهناك على هذا المستوى. شكرا جزيلا لك الأستاذ في العلوم السياسية والإدارية دكتور وليد الأيوبي، أشكرك جزيلا الشكر على مشاركتك معنا. إذن ينضم إلي أيضا أعزائي المشاهدين عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أغلو. سيد يوسف أهلا وسهلا بك معنا. تحياتي لكم للسادة المشاهدين. سيد يوسف، الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا يبدو أنه يغيظ إيران ويغيظ النظام الإيراني، لماذا يخشى النظام الإيراني من انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا برأيك؟ يا سيدي، تركيا تخط الآن لحظات تاريخية بما تم التوافق عليه في قضية الشمال السوري. العملية العسكرية حقيقة هي تعتبر نبع السلام، لأنها حققت ما يراد تحقيقه من انسحاب الكثير من القوات الأجنبية الموجودة التي لديها حسابات استراتيجية عموما. أما بالنسبة لسؤالك تحديدا، فإن إيران هي أتوقع التي الآن أصبحت في كما يقولون يعني حيث بيس، هي لا تدري ما الذي سيدار وكيف ستدار الأزمة. هي كانت دائما تتحجج بأن هنالك أو هنالك لديها الكثير من المطامع، وكان هناك لديها اتفاقات سرية مع أمريكا في الملف السوري تحديدا. وإيران الآن ببعض الكشاف الغطاء الأمريكي الآن أصبح موقفها حرج جدا، هي تخشى من وجود القوات التركية التي ستعطي مناطق آمنة وتفشل المشروع، سواء جميل. الكردي الذي كان مدعوما من أمريكا، أو سواء المشروع الإيراني الذي هو مشروع أيديولوجي الذي ينص على المذهبية وينص على أنه يجب أن يكون هناك تغيير ديموغرافي في المنطقة. وبالتالي هذا ما هو يزعج إيران واضح تماما، لأن إيران لا تريد أن يكون هنالك إفشال للمخططات السابقة. إذن كيف تنظر تركيا إلى هذا يعني التوجه الإيراني وإلى وجهة النظر الإيرانية هذه في رفض الانسحاب الأمريكي وعدم رضا أو الرضا يعني سيطرة تركيا على المنطقة؟ يعني طبعا تركيا متتوقع بأنه هذا لا يروق لا لإيران ولا ليروق لأي دول أخرى ولا لروسيا ولا لإنجلترا ولا لأمريكا ولا لأحد، ولذلك يجب على الجميع أن يكون هنالك دعم حقيقي للرؤية التركية. الرؤية التركية هنا في الشمال السوري هي من أجل عودة السوريين إلى أراضيهم، وهذا حق طبيعي. أما لا تريد تركيا أن يكون هنالك افتعال أزمات مع دول أخرى. قضية إيران وقضية أمريكا والانسحابات والترتيبات المتلاحقة وفق الاتفاقيات أو التفاهمات التي تجري بين تركيا وأمريكا، سواء عجبت إيران أم لم تعجبها، فهذا هو الواقع. يجب أن يكون هناك رضوخ لما يحصل وفق التفاهمات. وتركيا أتوقع لديها لقاء مهم يوم غد مع بوتين في أجل استكمال قضية التفاهمات للمناطق الأخرى، سواء منبج سواء إدلب المناطق الساخنة. إذا إيران أتوقع أنها هي في الملف السوري هي الخاسر الأكبر، لأن الحقيقة الذي يطرح نفسه بقوة على الأرض هي تركيا. تركيا معنية بما يحدث بسبب الحدود المشتركة، والسؤال يطرح نفسه بقوة، هل إيران لديها حدود مشتركة مع سوريا؟ إذن لماذا هي موجودة في سوريا؟ هل الأمن القومي الإيراني مهدد من قبل ما يحدث في سوريا؟ طبعا لا. هل هنالك مهجرين بالملايين جاءوا إلى إيران؟ طبعا لا. لذلك موقف إيران
ضعيف حقيقة ولا يمكن أن يقارن بما تفرضه تركيا بقوة على الأرض من متطلبات ألا وهي حماية أمنها القومي، تأمين منطقة آمنة لإعادة السوريين المهجرين. وبالتالي أتوقع بأن تركيا لا تلقي بالا لردة الفعل الإيرانية بقدر ما تلقي بالا لكيفية تطبيق ما يتم التفاهم عليه مع القوة الفاعلة على الأرض، وأعني هنا كل من روسيا وأمريكا. كلام جميل، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أغلو على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحافة. لا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركني خلال هذه الفقرة، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نتوقف مع فاصل قصير ثم أصحبكم زميلي صلاح بابقي لاستكمال حوار المنتصف. قوموا معنا.